مشاهدينا، رجعنا لكم مع آخر فقرة، الفقرة اللي تهم الآباء والأمهات جدا. إزاي أكتشف موهبة ابني أو بنتي؟ إزاي أساعده إنه ينميها؟ إزاي أوفر له جو مريح إن هو يعرف من خلاله ينمي موهبته ويكتشفها أكتر ويعرف قدراته ويعرف يشتغل عليها؟ وإزاي أكون دايما بساعده في ده؟ هنعرف كل ده النهاردة من خلال ضيفتنا اللي هتكون معانا عبر ماسنجر، دكتور سوزي فريد، استشاري الصحة النفسية. دكتور سوزي، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. صباح الفل يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيبة. في البداية صباح الخير والبركة، كل سنة وكلنا طيبين يا رب. أهلا بحضرتك يا دكتور. في البداية كنا حابين نسأل حضرتك، إزاي أصلا من الأول أكتشف إن أنا ابني عنده موهبة؟ الطفل الصغير عنده مواهب كتير، المهم ان احنا ازاي انهي موهبة بتاعته هو اللي بيبدع فيها. عشان كده في انواع كتيرة من الذكاءات، عشان كده نخليه يلعب بالحاجات زي الصلصال، نشوف بيكون ازاي ان هو بيرسم، درجة الاجادة بتاعته، بيلقط الحاجة ازاي، بيسمع موسيقى، بيعرف يردد الاغاني. كل الاطفال دلوقتي بيعرفوا يرددوا الاغاني، فصوته فيه البحة أو التون اللي هو الحلو، ده اللي بيخلينا نكتشف. أجمل حاجة علشان نعمل كده، أولا لو الطفل بيروح الحضانة ده هينمي مواهب كتيرة عنده. بعد كده وانت في البيت بتعملي يوم زي بارتي كده، بتقعدوا تلعبوا مع بعض، بنلعب بالألوان، بنشخبط بالألوان، بنسمع موسيقى، بنكرر الحتة الموسيقية. الموسيقى بقى أو الأغاني اللي هي فيها صوت، مش اللي هو الإعلانات، لا طبعا. إزاي مثلا ممكن كمان في أخصائيين نفسيين دلوقتي كتير جدا يقدروا يكتشفوا أنهي موهبة بالظبط عند الطفل بطريقة متخصصة أكتر، بطريقه متخصصه حلوه جدا جدا جدا. هيقدر يعرف نسبة ذكائه قد ايه في انهي موهبه فيهم، المهاره اللي موجوده عنده ايه. ده كمان هيساعدنا في حاجه مهمه قوي في الدراسه، هنعرف نمط الطفل ايه، اذا كان سمعي ولا حسي ولا بصري مثلا، او يعني ده هيسهل علينا في الدراسه. نعرف نستغل ده كمان في الدراسه والمذاكره يعني في اطفال مثلا بتتشقى طول الوقت، بتتحرك وبتسمع الدرس مرة واحدة، وتقعد يا ابني عشان تذاكر بس تمتحني يجي بالدرجة. طب دكتور، انا هروح مع حضرتك او هنتقل مع حضرتك لنقطة تانية. احنا اكتشفنا ان ابني او بنتي، او انا كأم اكتشفت ان ابني او بنتي عنده موهبة. يعني اخد مع حضرتك مثلا مثال، لو هو مثلا بيعرف يرسم او هي بتعرف ترسم، او مثلا صوته حلو، او يعني ليه في الموسيقى، او مثلا لو رحنا لحته تانية ان هو العمليات الحسابيه وبيعرف يحسب، او انا حسيت كده ان هو بيعرف يحسب بشكل سريع، اعمل ايه بقى الخطوات اللي امشي عليها عشان اطور من الموهبه دي؟ يعني لو بيرسم اروح بيه فين، او ابدا اعمل ايه انا كأم عشان اطور الموهبه دي؟ اول حاجه بنعملها ان احنا مثلا بنسال جوجل فين اقرب معهد لتعليم الفنون مثلا، لو في الاجازه مثلا في مدرس رسم، مدرسه رسم، او ياخد كورسات متخصصه، ده يبقى حاجه كويسه قوي. لو حد عنده نفس الموهبه وكبير ممكن يديله دروس خصوصيه ينمي فيها الموهبه، ممكن معهد موسيقى عربيه، ممكن نادي، اذا كان جسمه مثلا في ليونه والموهبه اللي عنده موهبه رياضيه، يبقى بنشوف انهي رياضه اللي مناسبه معاه، بندور على اقرب مكان يقدر ان هو يوظف الموضوع ده.